اهلا وسهلا بكم. غنوضحوا في هذه الحلقه الاهتمام بموضوع اليورانيوم باعتباره ماده حيويه كتشكل حاليا سلاح اقتصادي سياسي دبلوماسي وتجاري ايضا، لانه كيمس عدد من الصناعات الحيويه للبشر وعلى راسها الطاقه والغذاء، مع التركيز على الطاقه النوويه في المغرب واليورانيوم ديال المغرب. فمرحبا بكم. المعروف أن اليورانيوم معدن مهم وحيوي، كيشكل اليوم عامل حقيقي في تحديد السياسات الدولية، بحيث كيتنظر ليلو على أساس أنه أمن الطاقة، ومن جهة أخرى على أنه أساس السلاح النهائي وهو القنبلة الذرية. فمع العقوبات الدولية على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية والتصاعد ديال الصراع داخل النيجير من بعد الإطاحة بنظام محمد بازوم في يوليو اللي فات، باعتبارهم دولتين اللي كيشكلوا على مدى سنوات طويلة مصدر رئيسي للتشغيل ديال المفاعلات النووية في أمريكا وفي أوروبا. هادشي تسبب حسب خبراء ديال الطاقة في ارتفاع أسعار المواد الخام، بحيث تسجل متوسط أسعار اليورانيوم في العام اللي فات قفزة قياسية ما بين 57 و 61 دولار للرطل اللي هو 453 غرام مقابل 33 دولار في 2021 قبل التوترات الجيوسياسية اللي وقع حاليا. مع هذا الشيء كيظل اليورانيوم المغربي كعملاق جديد داخل الخريطة ديال المنتجين، كيرجع الريادة العالمية ديالو في الاحتياطات اللي عنده ديال الفوسفات. وآخر التقديرات كتقول أن المغرب كيملك احتياطيات من الفوسفات كتقدر بنحو 73% من احتياطات العالم كله، وهي تقديرات قابلة للزيادة أيضا، خاصة أن المغرب كينتج 40 مليون طن من الفوسفات الصخري كل سنة. تكلمنا في الحلقة عن أزمة الأسمدة، والمعروف أن المغرب يمتلك أحد أكبر إمدادات الفوسفات في العالم، وهو عنصر حاسم في إنتاج الأسمدة. هل يمكن أن تشرح لمشاهدينا أهمية الفوسفات، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في تعزيز التنمية الزراعية العالمية؟ يتحكم المغرب في أكثر من 70% من الفوسفات المتاح في العالم، ومن مصادر الفوسفات ينتج المغرب كذلك مادة الفوسفور البالغة الأهمية بالنسبة للزراعة. وبتحكم المغرب في 70% من الاحتياط العالمي من الفوسفات، يحتل المغرب مكانة ضمن أكبر 5 دول تمتلك وتنتج هذه المواد والمنتجات الهامة لأي زيادة في إنتاج المحاصيل والخضر والإنتاج الزراعي في العالم. الفوسفات كيتعرف بأنه مصدر رئيسي للإنتاج اليورانيوم اللي كيدخل في صناعات متعددة، منها إنتاج الكهرباء في المفاعلات النووية وعملية التبريد والتحلية ديال مياه البحر، وفي الصناعة ديال الأسمدة الزراعية في حمض الفوسفوريك. والمغرب ماشي في التعزيز ديال الإنتاج والتوسيع في الصادرات ديالو، خاصة مع التوجه ديالو لتعزيز التعاون مع الوكالة الذرية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونزيدوا أن اليورانيوم المغربي كيشكل موضوع تنافس ما بين أمريكا وأوروبا. على سبيل المثال، فرنسا محتاجة للتأمين ديال الخيار بديل على النيجر اللي كانت كتستغل اليورانيوم ديالها من قبل الانقلاب، والداخلة غادي تكون نموذج كبير للتلبية ديال الطموحات تطوير اليورانيوم المغربي اللي استثمرت فيه أمريكا ما يقارب 2 مليار دولار بها باش يحولوا الميناء ملائم للربط ما بين ولاية فلوريدا الأمريكية والداخلة. ماشي غير هذه، كاين حتى الشركات الأمريكية اللي تعتبر المغرب بوابة للسوق الإفريقية عبر المغرب، وتخصيص استثمارات كتوصل حتى 40 مليار دولار في عام 2050 في التحلية ديال المياه البحر. وبالطبع اليورانيوم كيدخل كمادة لتشغيل المحطات ديال التحلية في المحيط الأطلسي. إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، كاين حتى اليابان كاقتصاد قوي عالمي كتعتمد على الطاقة النووية في إنتاج الطاقة ديالها، وبالتالي فهي محتاجة اليورانيوم المغربي. الوزارة ديال الاقتصاد والتجارة والصناعة ديال اليابان درجات اليورانيوم رسمي في القائمة ديال المعادن الحيوية، وبالتالي فهي نقطة إيجابية بالنسبة للمغرب فيما يخص القدرة ديال الدولة على التأثير على التوازن الدولي والحفاظ على المكانة الدولية ديالها والدفاع على المكتسبات ديالها.
وفي ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والرغبة ديال المغرب واليابان في المواكبة ديال التطورات هذه، أكدت الوزيرة ديال الشؤون الخارجية اليابانية يوكو كاماياكاو أن اليابان كترغب في استكشاف سبل توطيد العلاقات ديال الاقتصادية مع المغرب باعتباره بوابة للسوق الإفريقية وحلقة وصلنا بين أوروبا وأفريقيا، مع تشديد على مبادئ الاحترام ديال السيادة الوطنية وعلى الوحدة الترابية، يعني السيادة على الصحراء. وما ننساوش أن اليابان عندها الثقل الدبلوماسي والسياسي بالإضافة للدينامية ديالها السياسية على المستوى ديال الخريطة الإقليمية والدولية، إضافة للنوعية ديال الدينامية اللي كديرها المغرب بخصوص الملفات الاستراتيجية وعلى رأسها السيادة ديالو على الصحراء. المغرب خاصو يغتنم هذه الفرصة وراه ماشي في هذا الطريق هذه باش يطور المنتوج ديالو ويوسع السوق ديال التصدير، وبالطبع راه منفتح على خبرات أمريكية وروسية لتعزيز إنتاج اليورانيوم والفوسفات، مع دعم ذلك بإنشاء وتطوير محطات نووية ومرافق لمعالجة المياه ديال البحر. وتتعتبر أو تتعتبر الفوسفات مادة حيوية عالميا، المملكة كتنتج 40 طن مليون طن سنويا، كيأهلها أنها تنخرط بقوة في إنتاج اليورانيوم، حيث أن الفوسفات ماشي فقط منتج مصدر ديال إنتاج الأسمدة الزراعية وحمض الفوسفوريك، لكن أيضا كيوفر قاعدة صلبة لإنتاج اليورانيوم، ما كيعزز المكانة ديال المغرب في هذا المجال. وكما قلنا اليورانيوم كيتخدم في عملية التبريد وفي التحلية ديال المياه البحر، وهذا الشيء كيعزز الأهمية ديالو المتعددة في القطاعات الحيوية كافة. وفي إطار التعزيز ديال القدرات ديالها الإنتاجية، وقعت المملكة فبراير الماضي اتفاق باش تعزز التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادي يمتد حتى 2000 البرنامج من 2024 حتى 2029، وغادي يشمل 6 ديال المجالات: السلامه النوويه، التطوير ديال الطاقه النوويه، التطبيقات الصناعيه، الابحاث ديال المفاعلات، الاداره ديال الموارد ديال المياه. المغرب اذا كيمتلك اكبر احتياطي ديال اليورانيوم في العالم، ماشي كندا واستراليا او ناميبيا او حتى كازاخستان، هادشي اللي قالت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، حيث كشفت بان المغرب كيمتلك اكبر احتياطي لليورانيوم برقم يصل الى 6.9 مليون طن. شنو كيعني هذا؟ كيعني امتلاك اكبر مخزون من الفوسفات، كيعني ايضا امتلاك ماده حيويه كتساهم في السله ديال الغذاء العالميه، وامتلاك اكبر احتياطي من اليورانيوم، وكيعني قدره كبيره في انتاج الطاقه الشمسيه والكهربائيه والطاقه النظيفه. زيد ان اليورانيوم كيدخل في الصناعه العسكريه وفي الطب وفي الصيدله ايضا، وهو اللي غادي يجعل كبريات القوة الدولية كتقرب من المملكة المغربية من اجل الاستثمار، من اجل الاستثمار في هذا المجال هذا. بالتالي كتعتبر اليورانيوم أداة فعالة سياسيا اقتصاديا تجاريا ودبلوماسيا بيد المغرب، وغيكون احد المصادر ديال القوة على كافة المستويات، بالفضل الاحتياطات ديالو الضخمة ديال الفوسفات بدون مبالغة. الى اللقاء.